احنا النهارده ان شاء الله يا شباب طبعا عندنا حصه هنقفل فيها درس السولار اكليبس. طبعا الناس هتقول يا نهار ابيض للدرجه دي يا مستر، لان يا جماعه الموضوع لسه فاضل فيه حاجات ايه قليله. الاول يا جماعه احنا اخذنا طبعا المنظر اللي قدامي ده هو وجود الصن اللي احنا قلنا اللي هي المين سورس اوف ايه اند ايه هيت اند لايت، وقلنا يا جماعه لو تفتكروا ان اللايت ترافلز ان تمام، اللي هو الكلام ده يا جماعه اللي انتوا اخدتوه من جونيور 5. تعالى كده افتكر معايا، كنا بنقول يا جماعه لو تفتكروا ان الصن هي المين سورس اوف هيت اند لايت، وان اللايت ترافلز ان ستريت لاين. قلنا يا جماعه لما اللايت يجي على اوبيك اوبجكت، يعني ده جسم معتم، هيعمل تحت في الارض ما يسمى ب شادو، اللي هو ظل، اللي هو عباره عن داركند اريا، يعني منطقه مظلمه بتحصل بسبب ان اللايت ترافلز ان ستريت لاين وبيجي على اوبيك اوبجكت فبيعمل لي الشكل ده تحت. طب تعالى كده نفتكر الكلام ده احنا قلنا عليه ايه بالظبط. احنا قلنا يا جماعه ان البوزيشن ده بيتميز ان هو مودريت هوت. فاكر يعني ايه مودريت هوت يا شيني؟ هو تمام، الحراره اللي فيه بتبقى قليله، والدليل على كده الدنيا يا جماعه لما بتبقى حر بتحاول تدور على حاجه فيها ايه؟ ظل. طبعا يا شباب انا بس ايه الفيديو ده مش هشغله قدامكم، وهو في الريكورد قصدي، لان ده هو اللي ممكن يكون منع الايه؟ الفيديو بتاع المره الايه؟ اللي فاتت. بس هنحاول مع بعض يعني نفهم الكلام. احنا قلنا الحصه بتاعتنا اللي هي بعنوان كلمه سولار ايه؟ كسوف شمسي. يعني ايه يا مستر كسوف شمسي؟ ان بالبلدي كده يا جماعه ان الشمس، ان الشمس المسؤوله عن ان هي بتطلع لنا اللايت على طول، والايرث فرحانه قوي باللايت. يعني يا استاذه براء ادي الصن وادي الايرث، انتوا اخدتوا قبل كده ان نص الايرث اللي قصاد الصن بيبقى دي نهار، والنص البعيد بيبقى نايت ليل. احنا قلنا الشمس يا جماعه مالها حضرتك؟ بتطلع الصن لايت بينور المكان ده، وقلنا في نفس الوقت مين اللي بيدور حوالين الارث؟ المون. فلو لف المون ده يا عمر يا مهدي وجاه هنا، هل هيعدي الصن لايت؟ طبعا لا. قلنا يا جماعه هيعمل وراه بالاسمر كده اهو، وبنمنقط كده. تعال نفتكر، من شاطر يقول لي المنطقه اللي بالاسمر اللي هي ورا المون على طول؟ براء، امبرا، ركزي يا استاذه لامار. امبرا او كون اوف امبرا اللي هو مخروط الظل يا عمور، يعني ايه؟ ده عباره عن دارك انر شادو. يعني ايه مستر دارك انر شادو؟ يعني منطقه مظلمه جدا. مين شطور كده يا جماعه يرفع ايديه ويقول لي الشخص اللي باللون الاخضر اللي انا برسمه ده، اللي هو الشخص ده يا جماعه اللي واقف في المنطقه المظلمه، من شاطر يحاول معايا اللي انا عملته حواليك يا جماعه اكتر من كلر اهو هشيله عشان يبان. الشخص ده يا جماعه هل هيبقى شايف الصن لايت؟ من شاطر في المكان ده مروان، هيبقى المكان ده فيه ايه يا مروان؟ لا مش شادو، ايه الظاهره اللي هتبقى في المكان ده دلوقتي؟ اهنو نوع في السولار؟ ايوه توتال سولار اكليبس، تمام شكرا. طيب تعالى كده نشوف المكان اللي على جنب ده، يا ريت حد من الاونلاين يقول لنا، ابو وافية هل هيبقى شادو برضو؟ هيبقى بارشال. لا المكان ده هيبقى اسمه ايه؟ هل امبرا؟ بنامبرا. بنامبرا. بنامبرا يا جماعه اللي احنا قلنا عليها استاذ ابو وافية، ظل ولا شبه ظل؟
شبه ظل. شبه ظل. الفنت شادو او بيتقال عليه سيمي شادو. نحكي الحكاية من الاول. قلنا لو جات الصن والمون وراها والارث وراها يعني هما التلاتة ان وان ستريت ايه، هما مين اللي في النص؟ المون، الشخص الغلس اللي بيغلس على الارث. اياد قل لي اللي عند النقطة الاحمر والنقطة الازرق مين فيهم اللي عنده سولار اكليبس؟ الاحمر الريد. يبقى كلمة سولار اكليبس كالاتي، تعالى نفتكرها مع بعض. It is an astronomical phenomena بتحصل لما الارث والمون والصن كلهم in one straight A، ومين اللي مغلس في النص؟ المون. تمام يا عمر؟ تمام يا حبيبي؟ حاجة صعبة؟ فضل يا يوسف. اه تمام. طبعا قلنا الكلام ده لازم يحصل at morning. مين شاطر يرفع ايديه يقول لي التايم؟ سمية 40 سكند او ساعات يقول لك فيو. انا استاذن حضراتكم هوقف الريكورد. تعالى شباب بقى نقفل الدنيا. تاني احنا قلنا ان الارث بتلف حوالين المون ان، والمون بيلف حوالين الارث ان. برافو. سمولر اوفل اوربت. لو جه بالصدفه ادي الصن وادي اوفل اوربت، مش معترض والله، بس انت بتتكلم كده وسط الشرح. المون مكانه الفعل يا جماعه بيبقى هنا، اللي هو ينزل السان لايت يتعاكس يجي ينور الحته دي اللي هي بتبقى نهار ولا ليل؟ ليل، اللي هي البعيده. يعني هو المفروض مكانه يبقى هنا في الحته دي كده، لكن في بعض الاحيان بيتقابل يا شباب ان هم الثلاثه يجوا ان وان ستريت ايه. فلما يجي هنا يا جماعه المون هيعمل ايه حضرتك؟ قلنا هيعمل كاست اتس شادو، يعني ضوء الشمس يجي هنا فيعمل شادو وراه اللي هو باللون الاصفر، يا اما شادو او سيمي شادد، فيخلي الناس اللي عند النقطه الزرقاء هل زي عند النقطه الاحمر؟ النقطه الزرقاء بحاسين ايه يا جماعه؟ بايه؟ توتال سولار اكليبس. تعالى كده نفتكر مع بعض. توتال سولار، التوتال سولار اكليبس ده عباره عن تايب اوف سولار اكليبس which occur when the earth locates فين يا جماعه؟ in umbra of the moon. واقدر اقول ان الصن ابير ولا doesn't ابير؟ doesn't ابير. partially ولا completely؟ completely. كليا، لان اسمه total. وده بيحصل يا جماعه لو تفتكروا سريعا كده، قلنا عندنا حاجتين قلناهم خلاص. التورش ده اللي مين؟ الكورة، الورقة، النقطة الحمراء، سولار سولار اكليبس. برافو. الاكس بارشال سولار اكليبس، اللي هو حضرتك البارشال سولار اكليبس ده عبارة عن تايبس of solar eclipse takes place when sun locates at penumbra. penumbra يعني semi shaded. حاجة صعبة يا جماعة لحد دلوقتي؟ بالله عليك. اتفضل يا حبيبي. هو ايه الفرق ما بين الامبرا
مثلا والتوتال سولار اكليبس مش هما نفس المعنى يعني؟ لا يا حبيبي، الامبرا ده المكان اللي هو الغامق، التوتال دي الظاهره اللي بتحصل. اه تمام تمام. تعالى كده نشوف يا جماعه الكلمه دي احنا اخدناها يا جماعه لو تفتكروا ان عندنا المون بيختلف في البوزيشن بتاعه. شكرا مستر. المون بيختلف في البوزيشن بتاعه. حد فاكر هل المون يا جماعه موجود كله في كل الاماكن بنفس المكان بنفس المسافه؟ طبعا لا. المسافه دي اللي هي القريب near to the earth من شاطر يقول لي حجمه هيبقى كبير ولا صغير؟ كبير. هيوصل يبقى زي حجم الشمس، فلما الشمس تختفي كلها مين يرفع ايديه ويقول لي هتعمل ايه شيشيني؟ هتعمل اللي هي توتال سولار اكليبس. تمام. يبقى تاني المون لما يبقى نير السايز هيبقى ايكوال الصن، هيعمل لي توتال. حاجه صعبه؟ طب المون لو جاي كده يا جماعه بالبلدي كده على جنب هيعمل لي، اتفضلي مين اللي اتكلم في الاونلاين؟ انا. اتفضلي. بارشيا. تمام. يبقى الان بتوين ده بارشيا. من شاطر يا جماعه يفكر معانا كده عشان خاطي النقطه دي. النقطه دي بقى يا شباب اقرب نقطه للمون ولا ابعد نقطه؟ ابعد. ركز حضرتك. يبقى المون لما يبقى فار او يتقال عليه هاير اوربت. هاير اوربت يعني ابعد نقطه من الارض. روان صحصح معانا. ها هو المون لما يبعد حجمه ايه اللي يحصل له؟ يقل. هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. الحاجه لما تبعد حجمها بتصغر. يعني انا شايف جانا وسميه والناس اللي قاعدين ورا قد كده، لكن شايف عمر زفت المهدي اللي قاعد جنبي ده كبير جدا، يبقى السايز هيبقى اقل من الصن. الصن هي اللي اكبر وده العادي. فهيبان يا جماعه عندنا حاله جديده خالص اسمها ايه؟ انيلر. حلقي. بالله عليك بص على الاكسبريشن اللي انا عامله. اللي بالاصفر مين؟ سان. برافو. اللي بالاسمر؟ مون. يبقى المون هل درى الصن كلها؟ لا درى الانر بارت. فالصن يا جماعه بتبان كانها لايتنينج رينج، حلقه مضيئه. مستر بيشبهني بالخاتم. ايوه شايل رينج. حلقه ايه؟ مضيئه. حاجه صعبه كده يا جماعه؟ اللي هو حضرتك بتبان لما انت بقى مش امبرا ولا بنمبرا، حاجه اسمها يا جماعه ايه؟ انتمبرا. يبقى تاني يلا بينا. الدائره الكبيره ايه؟ طن. صغيره مون. مين شاطر يرفع ايديه يقول لي رقم واحد اسمها ايه؟ مروان. لا المكان اسمه امبرا. تمام. واللي بيحصل فيه توتال سولار اكليبس. نمبر 2 هنا السكري. بارتيكل سولار. ايوه المكان. المكان اسمه ايه يوسف يا هدهد؟ بنمبرا. بنمبرا ده اللي بيحصل فيه بارشال سولار اكليبس. حديني انتمبرا اللي يحصل فيه. حديني. ايوه اسمه ايه؟ ايه سولار اكليبس؟ اه خليفه.
annular solar eclipse. تمام. يبقى بالاخضر اهو total partial annular. ده السم الشمس باي باي كلها. هنا جزء. هنا يا جماعه تبان على شكل lightning ايه؟ رينج. ركز بقى في الكارثه اللي جايه. وقت السولار اكليبس يا جماعه قال لحضرتك بيخرج عباره عن ريز اسمها انفراريد والترا فايلوت. احنا يا جماعه اخذنا الكلام ده الترم الاولاني. هو الالترا فايلوت ريز دي يوسفول ولا هارمفول؟ عشان كده احنا شفنا في الفيديو ان الناس بتلبس ايه يا جماعه؟ سبيشال جلاسز. يعني لازم حضرتك تكتب كلمه ايه؟ سبيشال، يعني عباره عن نظارات متخصصه للموضوع ده. مش اي نظاره، مش النظاره اللي لابسها مثلا مريم او لوجين او عمر او نور. مش النظاره يا جماعه اللي انت لابسها نظاره النظر. دي نظاره يا جماعه حتى كنت تحس ان هي كده عامله زي نظاره 3 دي. هي نظاره يا جماعه مخصصه للسولار اكليبس. ليه؟ لان قال لحضرتك لو جات لك الحاجات دي لعينيك هتعمل لك بلايندنس ان فيو مينت. تتعمي في وقت قليل. بس العمى ده بيبقى عمى مؤقت. لكن لو طولت بقى، يعني لو حد بقى متخلف، ايه ده؟ هو ده السولار اكليبس ويبص له، ايه اللي هيحصل له؟ هيتعمي. يبقى عشان كده يا جماعه البريكويشن اهو، ليه ما ينفعش نبص دايركتلي؟ لان وقتها الالترا فايت راديشن والانفراريد بيخرجوا من السولار اكليبس، وده بيعمل لنا بلايندنس ان فيو مينت. طب ليه الدكتورز يا مستر لازم تلبس مش سبيشال جلاسز؟ ثانيه واحده، لان الاوتر سولار كرونا اوف ذا سان، وحط خط في الكتاب تحت كلمه سولار كورونا. كورونا يعني ايه؟ افتكرها كده. حتى كورونا دي مفيده ولا ضاره؟ الكورونا دي يا جماعه اللي هي المقصود بيها الدايره دي، شايفها؟ اللي هي الموف دي، الدايره دي اللي هي طبعا بتطلع حاجات مفيده ولا ضاره؟ عندك في الاخر طبعا التوتال ما بشوفش كله، بيبقى المون قريب من الارث في الامبرا. البارشال بشوف نيرر اور فارزر، يعني قريب او بعيد عادي من امبرا. الانيولر السن ابير لايتنج رينج، بيبقى بعيد وحضرتك في الانتامبرا. نعم يا ابو وافيه. يا مستر مش الاتموسفير بيحمي من الالترا فايلوت؟ ما احنا قلنا وقت السولار اكليبس بس بتبقى الكميه كبيره. ما بيقدرش. تمام. طيب هوقف الريكورد، نشيك على الغياب. بس انت عارف الناس مين حبوك النهارده. هنبدا اونلاين. يلا يا سندس. نمبر 14 الانيولار سولار اكليبس، المون هيبان. حضرتك في نمبر 11 علينا خدناه. روينا. طيب حاضر روينا. حاضر والله. ريتاج. بس ما بتردش. 16 هتبقى مون. انا عند نمبر 14 يا مستر. انا قلت سمولر زين. سمولر زين مين اللي اتكلم؟ روينا. يا تمام يا روينا. تمام يا روينا. اتفضلي نمبر 11 يا ريتاج. بنمبر لا نمبر 11 تبقى انيولار سولار اكليبس. برافو انيولار، لانه هاير اللي هو ابعد نقطه. اكسلنت. نمبر 15 غزال. هنا عقده. اتفضلي يا هنا. نمبر 15 صح؟ المون. المون. برافو. المون هو السبب. نمبر 16 عمر بلال. ياسين الشريف.
كاسمستر 16 هتبقى بارشال سولار إكليبس. برافو بارشال. حسين سحس. مع حضرتك يا مستر. 17 يلا. بارشال يا مستر. تمام بارشال. أبو وافية 18. أمبرا. أمبرا إكسلنت. لا الأونلاين النهاردة كويس خالص. لامار. بنمبرا. بنمبرا. هنا السكري. 7 minutes and a few seconds. 7 minutes and a few seconds. Number 21. دي يا جماعة اللي احنا قلناها ركز. إن الآي ريتنا هي اللي هتبوظ. ريتنا اللي هي يا جماعة الشبكية. شبكية العين. 22 يلا يا هنا سكري. أيوه. مستر مستر مش فاهم ايه الفرق من الثلاثة. الفرق ما بين ايه يا حسين؟ ما بين التوتال والبارشال والاني والانيولار. ما احنا قلنا التوتال الشمس كلها هتختفي، احنا رجعناها في اخر الحصة. لكن البارش جزء، اما الصن هتبان كأنها شبه الرينج. ماشي ده هي تمام؟ بس انا مش فاهم حضرتك بتقول ابعد نقطه واقرب واقرب نقطه، فانا مش فاهم الحته دي. تمام. هنا لما المون يبقى قريب قوي هيبقى حجمه كبير فالصن كلها هتختفي. هنا المون لو بعيد هيبقى حجمه صغير فيبقى رينج. هنا المون بين وبين هيبقى برشا. تمام ماشي ماشي يا مستر. طيب تحت امرك. نكمل يا جماعه. هنا السكري. ايوه يا مستر. A and B. مؤمن. نعم يا مستر. A. A special glasses. تمام. Special glasses. Special glasses. تمام. سارة. سارة. أيوة. يلا يا سارة. 16. هتبقى true. الانير بيحصل لما يبقى في الهاير. تمام ترو. 14 يلا يا ريتال. هود هود. يا مستر. يلا حبيبي. فولس. فولس ليه؟ لان هاير اوربت دي اللي هي الانيولا. هاير اوربت دي تبقى مع الانيولا. تمام. ريتال رجعت ولا لسه؟ طب اياد يلا يا دودو. اياد بشيء. ايوه يا مستر. فولس يا مستر. البارشال لما تكون امره غلط. تمام. مين اللي ما حلش في الاونلاين؟ مستر مش فاهم قصده. قصده ايه اذا كون امبرا doesn't reach the air surface؟ الكون امبرا ما وصلش للارث. بص كده حضرتك، يعني ادي الارث اهي، ادي المون قصدي وادي الارث اهو. معنى ان الكون امبرا ما وصلش يبقى كده يعني اتقطع قبليها، يعني هنا بقى في انت امبرا. ونحط يا جماعه علامه كده على الايه، السؤال ده ان هو مهم جدا. معنى ان الكون امبرا ما وصلش يبقى هنا ايكوال كده انت امبرا. والانتامبرا بيحصل فيها ايه؟ ها توتال ولا بارشال ولا انيولار؟ تعالى تعالى. بس اساسا ده كان بيأثر، سمعتش حاجات. تمام. بص يا حبيبي، الكون في امبرا اهو، معنى ان هو ما وصلش للارث يبقى اتقطع قبليها. طب اتقطع يبقى كون حاجه اسمها انتامبرا. تمام يا استاذ لامار؟ تمام. انتامبرا ده اللي هو الانيولار. انتامبرا زي الامبرا بس هو كون تاني، مربع يعني مثلث تاني. ان حضرتك بص يا دودو، ادي المو لما نزل عليه ضوء الشمس
اتكون كون، فالكون ده ما كملش، بقى في كون تاني عكسه. يبقى بقى عندي الثلاث مناطق اهو، ده امبرا، الاثنين دولت الايه بنامبرا، وده اسمه اللي هيتكون فيه الانيولر اللي انت هتشوف المون حجمه صغير. اتفضل. كميته كبيره، كميته كبيره. بس بين بس انت امبر اللي هو حته بس. ايوه يلا، فاضل مين يا جماعه في الاونلاين محلش يرفع ايديه؟ يوسف هدهد حل، مارك. طيب نبدا في الاوفلاين، اتفضلي يا استاذ. فولس نمبر 17. يلا يا مريم. ترو. تمام. سؤال 18. يلا يا استاذ. السولار اكليبس اوكير كونتينوسلي، تحصل على طول. لا ينفع تحصل على طول على فكره، بس بيبقى في مسارات او اوقات فوقيه معينه ونقدر نحسبها. هو المشكله ان السؤال ده يا جماعه دوخ الموجهين. انت قصدك انها هتقعد وقت طويل فتره مستمره، ولا بتحصل باستمرار ان كل فتره ممكن يحصل؟ عشان كده السؤال. لو بتحصل باستمرار يعني ينفع صح ولا غلط؟ لا غلط، بيحصل في 7 دقائق و40 ثانيه 19. انا اقصد وهي بتظهر يعني. يعني السؤال ده يا جماعه يعتبر غلط عشان تبقوا عارفين. يلا يا استاذه بسنت. ما ينفعش طبعا دايركتلي. نمبر 20 براء. ترو. تمام. رايت سنتيمتر كتير محللنا حد كام؟ وكان هوم ورك. طب انا اراجع. سولار اكليبس، سولار اكليبس، امبرا، امبرا نمبر 5 بنمبرا، نمبر 6 بنمبرا، نمبر 7 ريل شادو and we can see a part of the light. يبقى بنمبرا. eight total. six بنمبرا. number nine هيبقى total. number ten هيبقى partial. number 11. ايوه هنحل من 11. يلا يا استاذ عمر. لما يبقى بعيد هيبقى حجمه اصغر، هيبقى واكل جزء منها من جوه وعامل حلقه اسمها انيولار سولار اكليبس. تمام. شيشيني، حاجه بتحصل في 7 دقايق و40 ثانيه، ما بتزيدش عن كده. سولار اكليبس. تمام. نمبر 13 ازاز بارشيا. اللي بعده لايتن درينج يا بردان. انيولار، لا ما تتلخبطش، ده عايز الفينومينا نفسها. انيولار سولار اكليبس نمبر 15. حديني. برافو. الترا فايولت وانفراريد. مستر انا مش فاهم نمبر 15 الانفراريد والالترا فايولت، الحاجات اللي بتضرك من الشمس في الوقت ده. تمام. بس تمام. اديني دقيقه بعد اذنك. هو احنا لا انا هراجع الامتحان الثاني يونت 1 ولا صح؟ الامتحان حاليا صح؟
مستر انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا مستر. هو احنا يا مستر الامتحان بتاع اللي شغال دلوقتي ده هيكون على عيونه وانا ميم تو؟ مش مستر اخره قبل يوم الاثنين. ايوه نركز يا جماعه. طب اشرح التايب اوف كونكشن يا جماعه اللي بتبقى كونستانت يبقى بارل. سكند فوسفوريك اف فورس تانجستن الكتريك سيركت تعريف قديم كلوزد اند كونتينوس باس and forming electric current in complete cycle lever. هقول اللي هي ال F force اكبر من ال R force او ال F arm اقصر من ال R arm. اللام حضرتك اللي هو زي ال lever which is the effort arm is longer than او ال effort force is smaller than صح؟ تانجستن ارجون جلاس بالب copper and lead wire base of the lamp one piece of lead. Number one, when the electric current passes through it it emits heat and light. ال FR بتوفر. انا اسف. التايب اوف كونكشن بقى يا جماعه طبعا سيريس كله هيبوظ. جيف ريزون عشان عنده هاي ميلتنج بوينت بيعملوا كونكت او ترانسفير. التوزر تقول فايدته الاول اللي هو بيك اب لازم تقول الاثنين. وضرره ان الاف فورس اكبر من الار فورس على طول. مثلا طب وانا قلت picking up very small object بس بقى غلط؟ غلط. لازم اكتب الاجابه كامله. ال effort force doesn't equal resistance. because ال F R is longer than ال R R. البارل عشان لما بزود العدد ما بيحصلش حاجه. يوسف يا شريف الصوت لو حطينا اير هتبوظ هتعمل بيرن مش هتوفر. ركز. الار ب 50 الار ارم ب 20 ده ب 10 الاف 50 ملتبلاي 20 على 10 1 2 تطلع 100 نيوتن. يبقى الار ب 50 والاف ب 100 يبقى الاف اكبر. يبقى توفر ولا ما توفرش؟ ما توفرش.